السلام عليكم الإخوان والأخوات. أنا واحد المواطن مدينة وجدة، سميتي عبد الله بوتير. عندي واحد الوليد كان تزاد من الصغر ديالو، العوينات تاعو خارجين بزاف. ما ديت ما رديت، كنت كندي نمشي للطبيب داكشي على شي صوالح اخرين. الطبيب الخطره، الطبيب تاع الحومه شاف العوينات ديالو خارجين، قال له دي خصك دير له واحد التحليلات، ربما يكون عنده القوات، ربما يكون عنده. فعلا درت له دوك التحليلات، صدق ما عنده لا قوات لا حتى شي حاجه. صيفطوني لسي اشي باش يشوفوا له العوينات ديالو، داكشي جبروا العينين ديالو فيهم واحد العروق ما كيدوزوش الماء، داكشي علاش العوينات تاعو خارجين. قال خصنا نديروا له سكانير ونديروا له الرام. داروا له سكانير وداروا له الرام، قالوا له ودي عنده الجمجمه ما كتكبرش. زاد هاد الوليد هكا الجمجمه نتاعو ما كتكبرش، بان هذاك الشيء في السكانر وفي الرام. هاد الوليد دروك بقيت المهم نتبع معاهم، دابا هادي تقريبا عامين هما شادين الملف عندهم، كل خطا يقولوا لي غادي يكون الخير ان شاء الله، غادي نديروا العمليه، غادي الساعه اللي حد الان ما بينوا حتى شي حاجه. وهاد الوليد الصحه نتاعو زايده وكتدهور. هذاك المشكل راجع له انه كيتعصب بزاف، بانه الى وصل الى درجه انه تصاب بالسكر، تصاب بالسكر هذه مده شهر. حتى واحد النهار شفنا درنا له التحاليل، جبنا على الثاني عنده السكر تقريبا 4 تاع غرامات طالع له، دوك راه يضرب الانسولين صباح وعشيه. كنطلب من الخوت الاخوان جميع اللي راه يشوف من هاد الولد راه باغي شي مساعده منكم، نتوما كتشوفوا الحل، وانا راني ما قدت بشي حاجه لهاد الوليد هذا، راه كنشوف فيه غير عينيا. انا خدام غير في الحمام، في العمر تاعي دابا 60 سنه، كاري هنا في هاد الدار هادي، كاري ب 80 فرق في الشهر، وراني ما لحقتش. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قدرتش. انا كنشوف فيه شويه بشويه حتى يموت حدا عينيا، صافي هادشي اللي كاين. الله يجازيكم بخير ويرحم الوالدين، وربي راه ما يضيعش الاجر ديالكم. كنت كتشوفوا بالعوينات ديالكم، وشوفوا هاد الوليد، ساعدونا وساعدوه، الله يجازيكم بالخير ان شاء الله الرحمن الرحيم.